في عندنا احدث حضرات موجوده اللي هي بيو 2000 تبع شركه وزاره الصحه. برضو الحضانه دي فيها مميزات، ممكن نعمل اشعه على الطفل داخل الحضانه، ممكن نقيس حراره، فيها كم ميزه مش موجوده في الحضانه الثانيه. واخد بال حضرتك؟ انا شايفه فيها اجهزه تنفس صناعي الحضانات وديت يعني احدث اجهزه تنفس صناعي. في عندنا برضو الكبسوله ايوه. في عندنا جهاز بتاع الصفرة دي الدفاية. جميع مواصفات وزارة الصحة طبقناها هنا، حتى حضرتك برضو طلبوا منا الحوض والصبان الحياتية والدولاب ده كله غرفة ده كله جاهز حضرتك. احنا جاهزين من حوالي 6 شهور ونتمنى ان احنا نشتغل. الحضانة فيها القسم هنا فيه كم حضانة؟ في حاليا دلوقتي 7 حضانات حضرتك. 7 منهم كم كم جهاز تنفس صناعي؟ لا واحد. تمام. واحد. طبعا هنا الغرفه، طبعا في غرفه اللي عملنا شغل في الغاز، هنغذي الحضانات والمستشفى بالكامل ان شاء الله. دي الاشعه. دي الاشعه. ده الجهاز ده جهاز ايه؟ ده جهاز اشعه. ده العادي، ده اللي كان القديم يعني بتاع القديم بتاع الحكومه. ده واحد بيشتغل بكام امبير؟ ده 38. امال هنا بقى؟ ده 500. ده اللي انتوا جبتوه بالتبرعات؟ التبرعات بتاعت المجتمع اللي ده قسم ايه بقى؟ علاج طبيعي. وده شغال القسم شغال ده؟ شغال فعلا. ده شغال. شغال فعلا 3 ايام نساء و3 ايام رجال. الاحصائيه في الشهر 400 حالة. يعني عندكم 400 في الشهر بتعملوا 400 حالة في الشهر؟ 400 حالة في الشهر. طب ايه احدث الاجهزة هنا في ال احدث الاجهزة في وزارة الصحة ليها؟ تمام. يعني مثلا العجلات والحاجات دي، ايه الاجهزة اللي عندك مميزة هنا في القسم؟ كل الاجهزة، جميع الاجهزة على مصر 10 اجهزة كاملة، كل غرفة فيها الاجهزة بتاعتها. في جهاز اسمه ايه يا عمر؟ مش موجود مستشفى الاسنان. انتوا هنا المشكله عندكم ايه؟ المشكله عاوزين نعمل مستشفى نحوله الى زي ما كان المستشفى الاول تكاملي. عملنا كل جهودنا دلوقتي بجهود ذاتيه، وعملنا جميع الطلبات اللي طلبتها وزاره الصحه، كل بنطلب دلوقتي عايزين دكاتره. طيب انتوا المستشفى ايه احدث الاجهزه اللي فيها وايه التجهيزات اللي انت عملتوها؟ احنا جبنا احدث الحضانات واحدث جهاز اشعه وشغلنا العلاج الطبيعي، بس احنا بنناقش للسيد رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي التدخل العاجل لتشغيل جسم الحضانات بمستشفى قناه الازدهيه وتوفير كادر طبي لبقيه المستشفى عيادات المستشفى. البلد هنا لو الحضانات دي اشتغلت والمستشفى اشتغلت كامل، هتخدم كم الف نسمه في البلاد اللي حواليك؟ ما يقارب ال 70,000 نسمة. طيب انتوا هنا يعني على مستوى الوحدة المحلية بالكامل. طيب انتوا هنا يعني مركز ابو حماد بيعاني ان المستشفى المركزي ما فيهوش امكانيات كبيرة. لو المستشفى دي دخلت الخدمة، ايه الخدمة اللي هتساهمها بجانب اهل يعني بقى اهل ابو حماد دول حوالي 1,000,000 نسمة. فانتوا المستشفى دي هتساهم بقد ايه في المساعده في مركز مستشفى ابو حماد المركزي؟ هيساعد مستشفى ابو حماد، مستشفى قريه الازديه هيساعد بتخفيف الضغط على مستشفى ابو حماد المركزي بما يقارب 74,000 زائر للمستشفى هنا في قريه الازديه. قريه الازديه بتخدم يوميا حوالي او شهريا حوالي 32,000 مواطن بيتلقوا عيادات خارجيه. عيادات خارجيه هنا في المستشفى، فاحنا ناقصنا الكادر الطبي مش اكتر. طيب لو مثلا وزاره الصحه بتسمع الفيديو ده تحب تقول لها ايه؟ احنا بنناشد وزاره الصحه ومجلس الوزراء ورئيس الجمهوريه، احنا عملنا كل اللي علينا، احنا كل اللي باقي دلوقتي دور الدوله ان هو تمدنا بالكادر الطبي، احنا كل التجهيزات وكل الامور الماديه بالتبرعات احنا عملناها وتبع اشتراطات وزاره الصحه، فاحنا مناشدتنا لرئيس الجمهوريه ولوزاره الصحه ولمجلس الوزراء يا ريت يبصوا لنا ويساعدونا بالكادر الطبي وشغل المستشفى، لان ده هيخدم ناس كتير جدا.